بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رايح حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو، أصحاب السعادة والمعالي، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به حفلنا آيات من الذكر الحكيم يتلوها الشيخ حاتم الملكي. بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
حفظه الله ونصره، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة وأهداف التنمية والعمل التطوعي. الحضور الكرام، يبلغ عدد الشباب السعودي حوالي 6 ملايين، حيث يشكلون ما نسبته 28% من إجمالي السكان السعوديين في المملكة، البالغ عددهم فوق 20 مليون نسمة. وكما قال سمو ولي العهد، من شأن الشباب هم الثروة الأولى للوطن، والتي لا تعادلها ثروة، والتي يعتمد عليها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك بما يمتلكون من طاقات وهمة عالية. في هذه المنطقة يتم العمل على تحفيز الطاقات الشبابية واستثمار إبداعات جيل من الشباب الواعي، وتوظيف هذه الطاقات لصالح التنمية الحضارية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهد، للقفز بها إلى مستويات عالية، وجعلها دافعا للعطاء وثمرة للوطن الغالي. يركز الملتقى الثالث لهذا العام على موضوعات محددة وزعت على جلسات وأوراق على عمل منها: تطوير آليات العمل داخل لجان الشباب، الجامعات واللجان الشبابية، لجان الشباب والعمل التطوعي، تفاعل الشباب مع برامج التنمية المحلية والدولية، إلى جانب عرض العديد من المبادرات. في هذا العام شارك معنا في تنظيم هذا الملتقى اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة الرياض، وعلى رأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود، التي عملت بكل جد وإبداع لتنظيم هذا الملتقى والوصول به إلى المستوى الذي يليق بالشباب وشباب الوطن. فشكرا لصاحبة السمو على جهودها ودعمها لهذا الملتقى، ولجميع أعضاء اللجنة، كما توجه الشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس المنطقة منطقة الرياض، ولجنة الشباب منطقة الرياض الاستشارية على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى. وفي الختام أتوجه الشكر الجزيل لسمو أمير منطقة الرياض على استضافته الملتقى وإعداده له، كما أشيد بالشكر الوثيق والشكر للشراكة التي الوثيقة بين إمارة منطقة الرياض وجامعة الشرقة. وشكرا لكم صاحب السمو على إتاحة الفرصة للجامعة للمساهمة في هذا الملتقى. وفق الله الجميع وبارك الله في هذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معاليك، ونبارك لك هذه الجهود الشابة الضائعة من شباب وبنات جامعة شجرة، فلهم جهد كبير في هذا المنطقة، فلهم منا كل التحية وكل التقدير. يقدم الترجمة الدكتور أحمد الزهراني، عضو هيئة التدريس جامعة النجمة، صاحب السمو الملكي بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. ليست المرة الأولى التي أتشرف فيها بالوقوف أمام سموك على مصر، وفي كل مرة نرى اهتمامك وحرصك ودعمك للشباب، لمسه في قراراتك الحاسمة وكلماتك التشجيعية ودعمك لا منقطع. نستأذنك يا صاحب السمو بإلقاء كلمة على أبنائك في هذا المنطقة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب السمو الأمير محمد بن عبد الرحمن عبد العزيز نائب أمير مملكة الرياض، صاحب السمو الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في بيت الجميع في قصد الحكم بأمارة مملكة الرياض، نسعد باستقبالكم ووجودكم معنا لتتحدث سويا في شأن مهم لهذا الوطن وأبنائه.
التي نشأت وتكونت بجهود من أبناء المحاضرات ومن أبناء العاصمة الرياض لمتابعة من مجلس المنطقة، وهذا الدور له أهمية ليجعلنا نحافظ على هذا المنتج الرائع من أبناء الوطن، وهم ذخيرته وعزه وسودته، هم الشباب الذين ينظر إليهم بالتقدير والاعتزاز من سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. فنحن إذا ركزنا على الشباب أعتقد أننا نركز على الوطن، لأنهم من يحمل الراية ويسعى إلى إيجاد بنية قوية جدا لهذا الوطن في كل مجالاته. فلقاؤنا اليوم له تميز وله لون وطعم ورائحة يجب أن نحافظ عليها بشكل كبير. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء وهذا الملتقى خيرا وبركة لمسيرتنا التنموية، شاكرا ومقدرا لجامعة الشجرة دورها، وشاكرا في نفس الوقت للجنة الاستشارية للشباب، كما أشكر شكرا عميقا اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية التي قامت وساهمت وخططت وأوجدت لنا ملتقى يتحدث عنه الجميع بإذن الله بعد نهايته. أنا متفائل بالنتائج لأنها ستكون على خير وسودة وتوجه جميل بإذن الله لحفظ هذا الوطن. الشكر للجميع والتقدير للجميع والعز للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع جلسة التوصيات تقدمها الدكتورة دلال بنت بندر المالكي أكاديمية من جامعة شكرا. تفضل. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو والمعارف والسعادة، المشاركين الأفاضل، الحضور الكريم. يختتم ملتقى رجال شباب منطقة الرياض الثالث أعماله بجملة من التوصيات الختامية وهي على النحو التالي: أولاً، بناء مصفوفة معايير الانضمام لعضوية لجنة الشباب استناداً إلى كفاءة قدرات. ثانياً، التأكيد على بناء نموذج حوكمة فعال لعمل لجان الشباب في المحافظات. ثالثاً، إطلاق مبادرة التحول الرقمي لتعزيز البيئة المؤسسية لعمل لجان الشباب. رابعاً، إيجاد معايير لعمل لجان الشباب مع الجامعات وفقاً لأولويات متطلبات التنمية. خامساً، إيجاد آلية لتخصيص مقرات عمل مستمر، إدارات ومكاتب لرجال الشباب في المحافظات. سادساً، العمل على بناء تحالفات مع الجهات المانحة لدعم مبادرات الشباب من أجل تحويلها إلى مشاريع تنموية. سابعاً، العمل على إيجاد تنظيمات تمكن اللجان الشبابية من إقامة الفعاليات المختلفة وإدارتها وفق اختصاصها. ثامناً، عقد شراكات مع الأندية الرياضية وتفعيلها بما يسهم في تعزيز المستويات الثقافية والاجتماعية والرياضية لدى الشباب. تاسعاً، اعتماد منهجية تطويرية للمتطوعين في لجان الشباب وتنويع الفرص التطوعية وفق ما تتيحه اللوائح والأنظمة. عاشراً، تفصيل وتعميق قيم المواطنة المتضمنة في رؤية المملكة 2030 لدى الشباب. الحادي عشر، وضع برامج وآليات لاستثمار ثروة المملكة البشرية من الشباب لتحقيق متطلبات التنمية. الثاني عشر، العمل على بناء استراتيجيات تنفيذية لإكساب الشباب مهارات القرن 21 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
أخيرا إنشاء منصة إلكترونية موحدة لرجال الشباب. وثمة جملة أخرى من التوصيات سترفع لسموكم. ختاما باسم جامعة شقراء ممثلة في معالي مديرها الأستاذ الدكتور عوض الأزمري نرفع آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على دعمه ورعايته الكريمة والدائمة للمناشط الشبابية. وتتواصل عقود الشكر للدرجة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض على دورها في إعداد المحتوى العلمي والإشراف والتنفيذ. ونخص بالشكر صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في منطقة الرياض على جهودها في إبراز المنتقى في أكمل صورة وأتمها. وأجدر الشكر وأوفر للثروة الحقيقية إنسان هذا الوطن الطموح الشابات والشباب المشاركون بأفكارهم ومبادراتهم الملهمة. ويتصل الشكر لإمارة منطقة الرياض وإلى جميع اللجان الداعمة لإشرافها على التفاصيل الدقيقة التي ميزت هذا اللقاء. استعرضت معكم أهم التوصيات للملتقى الثالث للجان شباب منطقة الرياض محدثتكم الدكتورة دلال بن بندر المالكي عضو هيئة التدريس في جامعة شقراء.